بازار خيري يدعو إلى المحبة والتعاون والوحدة. مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تم افتتاح بازار الوحدة الوطنية تحت رعاية سمو الأميرة نور بنت عاصم، الذي تنظمه مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية روم الكاثوليك، بحضور شخصيات اجتماعية ومجموعة كبيرة من رجال الدين. البازار كتير حلو، وخصوصاً أنه ماخذ فكرة حلوة اللي هي الوحدة الوطنية. وبمدخل البازار بنشوف انه الكشافة، مجموعة كشافة الروم الكاثوليك. الايام هاي احنا بحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك، وخصوصا عيد الميلاد، عيد المحبة والسلام. هذا البازار سنوي، هذا السابع لنا، والحمد لله اخذ نجاح كتير كبير. وبازارنا هو بازار ميلادي تحت شعار بازار الوحدة الوطنية لهذا العام، وبتضمن منتجات للكريسماس، منتجات ل اي شيء بتحتاجيه في البيت ممكن يكون متواجد عندنا، وفي عندنا كمان منطقه اريا بلاي للصغار. وتضمن البازار تنوعا بالمعروضات والمنتجات المختلفه والخاصه بعيد الميلاد المجيد، والهدايا والاكسسوارات التي يعود ريعها كاملا للعائلات المحتاجه، اضافه الى نشاطات قام بها افراد مجموعه الكشافه لدعم هذه العائلات. هلا الناس كتير بتحب، وانا واحدة من الناس اللي بتحب تضل تيجي على المحلات اللي فيها سانتا، اللي فيها اغراض للعيد، نحس شوي انه في عنا فرحة، نحس بالميلاد المسيح ونحس بكل هاي الاشياء. الهدف انه الواحد بيعمل منتجات بالصنع ايده، بحب يعرضها ويفرجيها للناس. اول اشي في مردود، وتاني اشي انه انتاج، يعني عم تعمل اشي بتساعدي. احنا بنعرض المنتجات هلا قبل الكريسماس بكم من يوم مشان نشجع الناس يجوا يشتروا ويحضروا للعيد قبل بوقت. بنشارك في هذا البازار، بازار الوحدة الوطنية، عشان نعزز نحن والمجموعات الكشفية وكل أبناء الوطن الوحدة الوطنية اللي دعا لها جلالة الملك. أيضا نحن هذا البازار هو بازار عيد الميلاد المجيد، اللي متحضر فيه لعيد الميلاد المجيد بكافة الطوائف الموجودة وأطياف الوطن. ولعل الجانب الأبرز في البازار كان مشاركة مجموعة من أصحاب الحرف اليدوية المميزة، التي تعكس الحس الأردني بهذا النوع من الفن وتكافل المجتمع بكافة شرائحه. ألا أبو حمدة، رؤية.